أخاطبك، إن أردت النجاة فعليك بمجالسة المقربين إلى الله، عليك بمجالسة الدعاة، عليك بمجالسة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. خليك معهم، الله بينجيك. يا ترى صحيح الكلام؟ شفتوا أنتوا بحياتكم بهالزمن؟ شفتوا؟ نعم. صدق الله، صدق الله العظيم. يلي ما صلوا معناتها رباطك ضعيف، يعني ما صلك رباط. لو رباطك بمجالس الإيمان والعلم رباط قوي، الله بيحفظك وبيحفظ أهلك وبيحفظ أولادك وما بيصيبك من الضرر ولا البلاء شيء. نجينا صالحا والذين آمنوا معه، بس صالحا، كل داعي في كل زمن الله ينجي وينجي من كان معه، من آمن معه. بس المهم يكون حبك ورباطك رباط صحيح معهم معهم. أما حضرت الدرس وطلعت تعمل برأيك، طلعت تعمل مثل ما أنت بدك، ما شاورت ولا سألت، اجتك الضربة والأخي والله هي نحن مشينا معه، هي أنت مشيت على رأيك ما على رأيه. المحب ما بيعمل عمل إلا بمشورة، ما بيتحرك إلا بمشورة. بدي أعمل كذا، بدي أساوي كذا، شو رأيك؟ لا لا. أما قال لك لا وأنت قلت إيه، أنت ما بتحب. والذين آمنوا معه، آمنوا الإيمان تسليم، سلم إلى المعلم يكون ناجيا. فحظ إذن المؤمن أن تأخذ القوة من الله، قوتك من الله، القوة العقلية والقوة الجسدية والقوة الروحية تأخذها من الله، منك ما في شيء. أنت إنسان ضعيف، خلقت من ضعف، أصل خلقك من ضعف، وأنت هلا ضعيف، فلا تفكر أنك تقوى على مصائب الحياة، لا تفكر أنك تقوى على نكبات الدهر، لا تفكر أنك تقوى على مصائب بلايا الزمن، لا يعني. إلا بالله، بالله كله سهل، كله بسيطة، مهما حصل. ولنا في الله العزاء، ما بكفي الله بكفيك. إن ربك هو القوي العزيز.